مرحبا. قبل أيام من عيد الموسيقى وعيد الأب وفي ذكرى 40 الراحل الكبير إلي شويري، حبينا أن تكون حلقتنا اليوم من نبض بيروت موسيقية مع تكريم للراحل إلي شويري، وأكيد ما رح تخلى من التطرق لكل المواضيع على الساحة. ضيفي التنار جابرييل عبد النور يلي بيحرص أنه تكون له إطلالة سنوية عبر الأو تي في تزامنا مع عيد الموسيقى. جابرييل يلي كان مقرب جدا من الراحل إلي شويري، شو رح يقلنا عنه وشو رأيه بكل شيء عم بيصير على الساحة الفنية اليوم؟ جابرييل مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء النور قد ما لك ولكل المشاهدين. هي حقيقة هذه فرصة سنوية أنا بنطرها معك تحديدا وعبر شاشة الأو تي في، يعني بيتنا هذا بالنهاية. أكيد كان لك إطلالة بيوم جديد بوفاة، يعني بعد يومين من وفاة الكبير إلي شويري، بس نحن ثاقبت أنه هلأ الحلقة وكمان رح نحكي عنه مع إلي حوشان زميلي، بوجه له تحية. الموسيقى ماذا تعني لجابرييل عبد النور؟ بعرف قديش انت منك مسطح، يعني ما بتسطح الموسيقى، وقديش لها بعد عميق بحياتك. قبل عيد الموسيقى شو بيعني لك عيد الموسيقى، وشو بتعني الموسيقى يلي هي علاج للروح والنفس وكل هيدا التفاصيل؟ حلو انه نذكر الموسيقى بعيد حقيقة، وموضوع شائك كتير قد ما موضوع كتير كبير. يعني عن شو بدنا نحكي؟ عن الموسيقى والرياضيات، عن الموسيقى والشعوب وهوية الشعوب، عن الموسيقى والفلسفة. يعني إذا بنرجع لبيتاغور بنرجع ل ربطوها مع الرياضيات، ربطوها مع علوم تانية. الأرمونيل بالموسيقى اللي بتشبه الأرمونيل اللي موجودة بالعالم. أفلاطون اللي حكى كمان على الموسيقى، بتعرفي بالشعوب القديمة خاصة عند اليونان لما بدهم يحكوا عن شخص أنه كان مثقف أو نبيل بيقولوا موسيقي، أو بدهم يعطوه صفات معاكسة بيقولوا أنه هيدا غير موسيقي. لا يفهم بحس الموسيقى نيتشي والذوق. يعني كتار إذا بدنا نحكي الفلاسفة لوحدهم قدي عطشوا أهمية للموسيقى، هيدا موضوع بياخد منها حلقات. إذا بنحكي عن الديانات، العبادات جميعا من أول ما بلشت العبادات من قبل المسيحية، نحن سبحوه بالقيثارة كانت مربوطة بالموسيقى، وهيدا ساهم كمان بتطوير الموسيقى. يعني إذا نحن هلأ بدنا ندخل على المسيحية مع البابا الأول غريغوري الأول، لما اشتغل هو على الموسيقى الغريغوريان كمان، هيدي هالموسيقى النبيلة الحلوة اللي هي بأصوات أكابيلا بدون أي مرافقة موسيقية، بيقدموا الموسيقى تبعهم فيما بعد بأجواءنا مع أفرام السرياني أو القديس يوحنا الدمشقي والألحان البيزنطية الثمانية. يعني إذا في عظمة الموسيقى قدمة على الكنيسة القبطية، ويمكن كتار ما بيعرفوا أو ما بي مش هالقد متعمقين بالكنيسة بهيدا الموضوع. ألحان هن حافظوا على أقدم ألحان أيام الفراعنة، تتخيلي؟ أنا مشاركة بكذا قداس ولن أسلوب كتير كتير خاص برات الأسلوب التقليدي. يعني ببلشوا بمقام معين بينتقلوا لمقامات تانية، ببلشوا بنوتات محددة بيخلصوا بنوتات تانية. وهيدا الشيء كمان كان له تأثير على سيد درويش، كان له تأثير على محمد عبد الوهاب. إذا بدنا ندخل على الأذان، على تلاوة القرآن الكريم وهالأصوات العظيمة يلي كمان اشتغلت على موضوع الموسيقى، على المقامات الشرقية، على التنقل ما بين المقامات. إذا بدنا نحكي كمان وأكيد ما فينا ما ننسى الشيخ علي محمود ومحمد رفعت ومصطفى اسماعيل ومحمد صديق المنشاوي وغيرهم كتار. يعني كان لهم دور كتير كبير بهذا الإطار، الموسيقى الباروك، الموسيقى الكلاسيك، الموسيقى يلي شفنا فيها موزار شو قدم بهالإطار، باخ قبله وغيرهم. يعني هون بتشوفي حقيقة العلاج بالموسيقى، الكندي اللي اشتغلوه بمارستان هيدا كانوا يسموهم، يعني المستشفيات. شوفي من أي أيام كشفين أنه في علاج للموسيقى بحلب بمارستان، كانوا يعالجوا بخرير المي، بصوت هديل الحمام، بالموسيقى. الكندي كان يعتبر انه لكل حالة في موسيقى معينة، في آلة معينة، في مقام معين. يعني انت اذا عم تشوف الزرياب اللي عمله بنقل هالموسيقى من الجو العباسي من هديك المطرح هونيك للأندلس،
دوره بالموشح، دوره بالتكنيك فوكاليا اللي اخذوها الغرب فيما بعد عن زرياب. كان يشتغل عن على الفوكال تكنيك، على فتحه التم، على على المعده، على مخارج، على مخارج الحروف. هاي هي الموسيقى بابعادها اللي بتعالج الجسم، اللي بتعالج الروح، اللي بتعالج النفس، بتعالج الامراض، الامراض العقليه، مش هالبهدله يلي نحن عم نشوفها. قبل ما تفوت على البهدله انا بدي اسالك، تراجع الاصوات يعني ما بقى في قيمه للصوت ولا للتكنيك فوكال؟ اكيد ما عم عمم ومرفض التعميم، بس في تراجع مخيف بالاصوات يلي كنا بنعتبرها رموز عنا، في استسهال، وانه يلا حيلا حدا كتب ولحن شو ما كان عم نطلع نغنيه، واخر شيء بيقولوا لك انه هيك الناس بدها، بس ما بعتقد انه هيك الناس بدها. الناس يلي موجود عم يتقدم لها عم تضطر انه تسمعه، لانه ما في شيء غيره يتقدم له. قبل انت كنت بدك تعملي فحص قدام لجنه لصوتك بالاذاعه حتى يقبلوك يصنفوك مطربه او ما تكوني او ما يكوني مطربه. انا الشاعر الكبير الياس ناصر يلي اغنى الاغنيه اللبنانيه باجمل الاغاني، وخصوصا هالديو الكبير يلي جمعوا مع عزار حبيب بكل هالاغاني اللي بنعرفها من عجبين الليل، كتبت لك وغيرها، قال لي حتى نحن ما كنا شعرة بمعنى الشعرة، نحن ننظم حتى بهيدا الإطار، نحن نصنف، مش كنا مش مصنفين بهداك النوع من الشعر. يعني لتشوف قديش كان في دقة، قديش كان مش فالت الملاء مثل هلا. هلا أنا بدفع مصاري للإذاعة، بشتري الهواء وبشتري هواء التي في، والمصيب الأكبر والمشكلة إنه ما بينعطالهم هواء إلا إذا دفعوا. صحيح. والمشكلة الأكبر إنه صاروا كلهم عبيد للترند، اعلاميين واعلاميات. يعني اللي عم نشوفه وضع هزيل. هلا انا طالعه عندي بالستوري، كل ما بطلع مثلا وقت على صفحات وهيك، في سفواح سفاو واو، يعني مسخره اكثر من هيك. ولا في هلا بلشوا مثل خلاف عليا، لا انا اللي عملت هالاختراع الفظيع، لا هو في بنات عاملين هالاختراع الفظيع. يعني شوفي لاي جو من الانحطاط والسخافة والسطحية اللي نحن وصلنا له. بتلاقيه هناك واحد تقيل الدم بهالمطاعم فلتان وعم بيسبسب هو وعم بيغني ومبسوط بحالي ومبسوطين فيه، قال لا وبيمشوا مع بادي جاردية. يا خيي روح اسمع، اسمع هيدول حدا من هالمؤدنين اللي عم نحكي عنهم، اسمع جملة وحدة عم بيقول عرف عيدة من وراه ونحن منحطك على راسنا، أو غيرهم أو غيرهم، فهموا جملة وحدة من شوبرت شو عامل من هيدي هي الموسيقى، هاي الموسيقى الحقيقية. نحن أبعد ما يكون عن الموسيقى أصلا. نحن صرنا بوضع من السخافة والانحطاط والقرف والمسخرة ماشي، لا وبيعتبروا حالهم انه هن بدهم بادي جاردية حولهم. يعني شو هالنجومية اللي مزاف لهيك، مش عم بعرف بقى اتأقلم بهذا الوضع. يعني الوضع اللي وصلين ووصلنا له نحن بلبنان تحديدا، كمان بلبنان صار وضع مزري بيشبه كل هالوضع السياسي اللي نحن فيه، كل هالقشطة اللي قلنا من 30 سنة عايشينا، كل هالفوضى صارت بتشبهها. جابرييل، كنا عم نحكي عن تراجع الأصوات وحكينا عن الفوضى، إذا بدي فوت على إلي شويرة، بدي فوت يعني على بعتقد من آخر تراجع الأصوات. سوري قد ما يعني هي موضوع تاني أكيد فوكال، لأنه هذا بده حلقة أولا، هذا موضوع تاني، بس لأنه كل ما فريق معه بتشوف فيهم كل اللي عم بيغنوا عم بيرقصوا، بس عم بيدبكوا. الدبكة شيء كتير حلو، انا مش عم تنتقي، لا لا لا، مع ابعاده اللي هن كتير حلوين، اللي فيها رجوله، اللي فيها اخوه، اللي فيها تضامن الى ابعاد تانية، فاليوز، نحن على راسنا وعينا ما حدا يتفلسف. بس لما حولها لتقالي الدم، هيدا اللي عم بصير. يعني انا اللي بتعرفيني اني انسان هادي وانسان عايش بجوي، وبس شيء ما بقى ينحمل، يعني ما بقى فينا ندور زوايا. الشيء اللي عم نشوفه صار حقيقة كوميك، صار حقيقة كوميك، ما حدا سألان قد ما ولا حدا، بس بتلاقيهم يا عم بنط يا عم بتنط. وصار الجمال معيار إذا بالمطربة ناجحة ولا لا، وكمية عمليات التجميل، وكمية قديش نحن ترند على السوشيال ميديا، والطبل لحدنا والرقصة، مع انه هيدا فولكلور يعني مش مفروض يتشوه بهالطريقة. لا لا مشوهينه. ليش سميرة توفيق شوهته؟ او كانت حطته بالقالب الصحيح تبعه؟ لا اكيد بالقالب الصحيح، يعني كانت من اجمل الاصوات يلي بتغني الطريقه البدويه والعربيه. نعم. يعني وعينا نحن وربينا على اغانيها وصوتها. نعم. الي شويره،
يعني هي اللي هو بيستاهل حلقات وحلقات أكيد، بس من إلي شوي للمطرب، لإلي شوي للفنان، لإلي شوي للممثل، لإلي شوي للملحن، لإلي شوي على الصعيد الخاص وعلاقتك فيه. بعرف أنا بس أحكي عنه شيلي عن أهميته الكتير كبيرة كملحن لبناني. هاي هون ما فيك تقطعي على الملحنين الكبار عنا وما تمرقي إجبار بإلي شويري. يعني بعتقد هو كان ختمته يمكن. صحيح، يعني من هداك الجيل، يمكن الجيل هو القديم صح، ويمكن الجيل اللي بيجي بعده يطول عمرهم. عندك زياد الرحباني او شيء، بس انا عم بحكي من هداك. ايه هداك الجيل خلص، خلص عند إلي شويري. مع إلي شويري انا اللي ربطني فيه كانت علاقه خاصه جدا، لانه اخذني استثناء درب لي صوتي وجابني، مع انه انا وياه اولاد الكنيسه البيزنطيه، وكنا عم نحكي شوي عن دور الكنيسه طبعاً. دور المسجد، دور الموسيقى الدينيه. هيدا هون الموسيقى الدينيه شو اضافت للموسيقى وشو طورت فيها وشو هذبت كمان بسمعنا. يعني انا ربيان مع هيدول المقامات، الراست والبياتي والسيجا وغيرهم، بس كنت بحاجه لحدا يعمقني فيهم اكثر، كنت بحاجه لحدا يحضنني فيهم، لان انا رحت بالاول مع علم النفس اختصاص الاوبرا ومن عمر 16 سنه. فلما هيك تعرفت على القليب بالعمر يمكن 20 سنه او هيك، كان عندي الهيبه الرهبه اني انا قدام ملحن بتعلى وتتعمر يا دار وصف العسكر، بكتب اسمك يا بلادي على الشمس اللي ما بتغيب، يا بلادي وهالاعمال الكبيره. ومن ناحيه انه قدام صوت خطير، لانه إلي شويري شيلي اهميته كشاعر اغنيه وكملحن، هو كمغني من اهم الاصوات اللي غنوا، من اهم الخامات. طلع بخامته، اسمعي خامته، ما فيك تشبهيها باي خامه تانية. اداؤه ما فيك تشبهيه باي اداء تاني، له اداؤه الخاص فيه، له هيدا التعبير اللي بيشبهه، اللي انا شبهته بماريا كالاس لما بسمعها، هالصوت الأوبرالي العالمي، كيف بتعيش الحالة، بتعيش الدور، بتفوت بالدور، بتفوت بالكلمة. وستيون منقول كوميديان كي شانت، هيدي ممثلة تغني تؤدي. هيدا شيء صحيح، هيدا شيء اللي بلاقيه أنا عند إلي شويري، بيعيش الكلمة بدليل المسرح يلي نجح فيه كمان بالفعل. إذا فيها سخرية الكلمة بيعبر لك عنها بسخرية، إذا فيها الوجع بخليه بيطلع لك الوجع من أعماق أعماقك، إذا فيها طرب بيطربك وبيطلع لك الآه من روح روحك. فكنت قدام هالحالة الكبيرة من الصوت، من الأداء، من التلحين، وتعرفت عليه على الصعيد الشخصي، قديش هو إنسان عميق، قديش هو إنسان حساس، قديش هو إنسان طيب. يعني اللي ما عنده صبيان كنت حس إنه باللحظة اللي كون أنا معه فيها حضني مثل ابنه، يكون تلج عم تنزل ببزمار اطلع لعنده يقول لي أنا خلصت لك لحن من الألحان، قل له هلأ بدي أجي، يا عمي ما تطلع في تلج وحاطت الصوبيا وما قارج، قل له ما لا حايس لشوف انت شو لحنت لي. ليه؟ لانه ألبومي الاول جبران خليل جبران بمعظمه خمس الحان من اصل سبعه كانت الحانه، فهون كان دوره بحياتي، غير انه استاذ دربني كمان، انه نقلني من هيدا الخط الاوبرالي. اخذت كلمات جبران، ما في كمين ما كان تيجي تسلميه كلام جبران اللي هو كلام فلسفي عالمي كتير كبير، والحان نثريه، يعني اصعب انك تلحني شانسون اتكست هي بنسميها، مش انه الغنية تلحين الشعر اهين من تلحين النثر، ايه الموزون، لانه بتلحق الاطار الموزون، رفران كوبلي خلصت. بس هون لا، عم بفوت كل جملة موسيقية قبل ما يفوت على الجملة الغنائية، كيف كان عم بيشتغلها بهالدقة بهالزخرفة، عم راقبه وعم اتعلم منه على كل الأصعدة. كان يسمع كلاسيك حتى، وأنا هيدا شغلي فجأني، يعني دخلت لعنده مرة، زوجته كمان ست عيدة الله يرحمها فتحت، خبرتها هالحادثة أو هالخبرية، إنه كان هيك متشلقح وعم بيسمع قصص كلاسيك وسارح. قالت لي رح، قلت لها لا تركي على راحته، اوريدي عرفني اني جاي. قال لي بتعرف في مخزون بدماغي، لو عندي سرعه الكتيبه
طبقه كله، وبعد في عندي قصص بحس مش موجودة بعد ما قدرت طلعها. فكان زلمة عظيم، وبعتقد أنا له الفضل علي أنه حطني على الطريق السكة الصحيحة، على السكة، أنه أنت إذا بدك تفوت على الأغنية باللغة العربية، الأغنية اللي فيها شرقي، بدك تقطعي مع حدا كبير، ساعدني برسم هويتي، واحترم صوتي وتقنياتي العالمية اللي كمان راح عليها بالمطارح اللي بتشبهها، اللي بتحمل هالمدى الكبير للصوت. لما احكي عن لبنان بدي اطلع اكيد، لما بحكي عن الله بدي اطلع اكيد، لما بدي احكي عن السلام بدي اطلع اكيد. كان يعطيني هيدولي، ويم انا ارجع هيك يعني حرك شوي، قال له استاذ الي طلعني، خليني على الاوكتاف الاعلى، خليني، قلت طيب يلا قول ما دام صوتك متواع بهيدا. فكانت هيدي الخلطه يلي هي حطتني على السكه اللي انا مشيت فيها بالفن، وقدمت له هالاعمال. يعني هلا بعد البريك رح نسمع، رح نحكي اكيد اكثر عن الي شوي للممثل ايضا وعلاقتك الشخصيه فيه، ورح نسمع مقطع لكم لبنانكم وللبناني. مشاهدينا بريك صغير ومنعود لمتابعه حلقتنا لليوم. لبنانكم عقدة سياسية تحاول حلها الأيام، تيارارم أما لبناني فتلال تتعالى بهيبة وجلال نحو السماء. لكم لبنانكم ولي لبناني، لبنانكم مرافق وبريد وتجارة، أما لبناني ففكرة بعيدة وعاطفة مشتعلة وكلمة علوية تهمسها الأرض في أذن الفضاء. لكم لبنانكم ولي لبناني. يسلم هالصوت عندما يجتمع جبران خليل جبران والحان إلي شويري وصوتك. ألبوم الأول بتعرفي عطول بحنله، هيدا ألبوم صار عمره من 2005، يعني كان أول ألبوم لألي، برمت فيه كتير من البلدان وقدمته بأهم المحافل وبأهم المطارح، وصار لي ألبومات كتير بعده وأعمال كتير خاصة بعده. بس بضل الحب للولد الأول مثل ما بيقولوا أكتر، بس قاله هيك مطرح خاص، شوفي بتأثر بس قولهم، وبقول بعد 20 سنة من هالأعمال أو 18 سنة هلأ مثلا عم غني بعدني على نفس الطبقة، ما نزل الصوت، ما قشط الصوت، ما رغم انه نحن مش عايشين بظروف الدوليوكس، يعني لا طبعا ببلدنا ولا بال قديش بتنطبق على بلدنا. بس لكم كمان بدنا لبنانكم نقول شغله قد ما انه اكيد يعذرون الناس، بياخذوا بعين الاعتبار مثل ما على طول بنقول انه بلاتو اخبار، ما في موسيقى اكيد وبلا اخبار وما في شيء مش مجهز، واحد خارج انه يغني، لان انا عندي ايمان انه الاغنيه هي حاله بدك تفوت عليها بعمقها على الاخر. ايه مش هيك كتير بينطبق، يعني قالوا من اكثر من 100 سنه يمكن او بهالحدود قال هيدا الحكي جبران. وطبعا هدول كم جمله من قصيده طويله، من 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 يعني كلمات ارتيكل طويل عريض تعتبري. بينطبق اكيد، لبنانكم عقده سياسيه، ليكي هالعقده اللي ما عم تنفك نخلص منها حقيقه. ايه للاسف، يعني مع انه هي اجمل بلد بالعالم، لبنان أجمل بلد بالعالم، مش عم نقولها لنقولها مش شعر. بارح تحديدا كنت بترشيش، كان عندي أصدقاء من العراق من النجف، وقلت لهم بدي فرجيكم منظر، طلعنا من دهور شوير على ترشيش
وعم بيشوفوا تحتي زحلة وتحتي البقاع كله مشهدية. بصير بقول لهم هيدا سبب من الأسباب إنه ما فينا نسافر. يطلعوا بالصخور اللي عنا على الطريق يقولوا شو هيدا الصخور، شو اللي عندكم إياها؟ يعني نسمة الهواء اللي عنا، هاي الصفصافة اللي عنا، الهواء اللي هيك بيدقى هيدا مش شعر، لا لا منه مش شعر ويلي بلوموا حتى لا يعني بلوموا رحابنا انه انتم عملتوا لنا بلد الحلم وهو لا مش موجود. حلم منه حلم، هو هالحقيقة. هني وصفوا الشيء اللي عم بيعيشوا لما عم يحكي عن عنتورة. امبارح قطعنا فيها عنتورة نحن طالعين، يعني هلا هلا يطرب عنتورة عم بياخذ بالعكس من الواقع، عم بيحكوا عن الواقع. زكي نصيف لما عم بيلك هلي يا سنابل هلي، عم بيحكي عن الواقع، عم شوف السنابل اللي عم تقل عنا. بالعكس، بس نحن السياسيين يلي خربوا البلد، بس مش هو يعني البلد وتاريخه بس وعظمته، بس في شعب ساهم بتخريبه كمان، مش بس السياسيين. هذا الشعب يلي هو كمان ضحية هيك سياسيين وضحية هيك أعلام. بعدنا عم نحكي بهذا الأعلام، ما فيني دوي الراديو بسيارتي، أنا عايش على السيدي اللي أنا بسمعه، لأنه ما فيك. أكيد بنرجع نقول ما منعمم، بس 95% من يلي موجود هو. وإذا طلعت لك شيء إذا عم بسطت أنت بالأعمال يلي هيك عم بتحطهم، بتلاقي عم تخشخش حرام. لأنه ما في تمويل وما في دعم. لا ما ألا تمويل، نعم. إلي شويرة الممثل قبل ما أختم محور إلي شويرة كتير يعني موهوب فعلا، يعني بيعيشك إن كان بيفض بيعيد بمسرحية بيع الخواتي من كان 63. بدنا أقول كمان إنه هو بلش بالأول مع روميو لحود أول صحيح. شيء كمان وبعدين تحية لروح المرحوم روميو لحود، فعنا كتير غادرونا هالسنة فعلا، وحسن المنذر وهيك، يعني هدول ناس سامي خياط، ناس كتير فعلا. وكمان رجع عمل مع روميو وهو سلوى، كانوا الأبطال. وناهي عم بيقول الزوجة الراحلة الكمان اللي بنحبها كتير كمان سلوى العطريب، تحية إلى روح سلوى العطريب، عم بيقول إنه كانت تقله من أجمل ما غنيت له هو إلي شويري، يعني كانت كمان معجبة فيه هالقد كملحن. كل هالفترة اللي شفناه مع الرحابني فيها، حتى الأفشات هول اللي بمسرحيات ما بننساهن، وتمثيله وغنائه كمان، يعني بالقصص اللي مع فيروز، بالقصص مع هدى، بالقصص كلها اللي أداها، مش معقول شو كان حلو وشو كان صادق شو كان في مساج من ورا كل دور طبيعي. يعني بديك المي لما بيعدموا بسبب سلة اللوز كمان قد كان يعني في مساج، خدم الدور وخدم الأغنية كمان يعني. وهنا طبعا عبائرة عرفوا بيعرفوا طاقات كل حدا كيف يوصفون هيدا الجمل ما الحلو، هيدا الزمن الناس كبريال، هيدا الزمن الحلو. بتعرفي في طاقات كتير كبيرة يا أدمى، بس ما عندنا الفرص المضبوطة اللي يعني مسرح الرحيل ما بيتكرر، اللي بتحضننا اللي بتحضن هلأ. يعني بدك تقولي لي ما في اصوات مهمه عم نسمع اوقات ببرامج الهواة؟ اكيد في اصوات مذهله مثلا. طب هاي الاصوات لو هي بس هاي مش ترند، ما هاي المشكله للاسف. فنحن بدنا نقرر، يا بدنا نكون عبيد الترند، يا بالفعل بدنا نشتغل موسيقى وفن، نشتغل موسيقى وفن وشعر وادب وفن تشكيلي وكل القصص اللي هي بالفعل هي مرآة لدولتك ولشعبك. يعني الموسيقى والفن هو مرآة الشعوب، هو يعني بيعرفوا الانسان من ثقافته الموسيقيه وحضارته وكل. هلا قولي لي اي اغنيه عم بتعيش، قولي لي اي اغنيه لها اسباب خلودها بالكلام باللحن بالغناء. وفي اصوات يعني نحن كثير بنحبهم ربينا عليهم، بس للاسف ما بقى عندهم شيء يقولوه للاسف. يعني هلا هني موجودين لانه بتعرفي الشهره صعبه تطلع من الاضواء صعبه تتركية، بس للاسف حتى هالاصوات بتلاقيها نحن عم نشوفها هزيله، عم نشوفها مستسلمة، عم نشوفها ساقطة. كنت عم تحكيني عن أصوات النسائية قبل، سألتيني كأنه هيك شيء مزبوط بالأول أنه ليش الأصوات النسائية تراجعت كتير الأصوات يعني عند الرجال، بعتقد حتى مش عم بيكونوا كتار قد النساء بهذا المجال. الرجل بطبيعة الحال في خشونة بصوته عنده، مش قصة خشونة، قصة في موضوع الهرمونات، وهيدا الامور كتير لها تاثير للاسف. تنظلم المراه فيها اكثر من الرجل. يعني اذا بتراقب كل اللي غنوا كل اللي غنوا، بتلاقي المراه يعني بتضلها طالعه. اول شيء عندها نضوج من عمر كتير صغير، اوقات تنضج المراه بصوتها قبل الرجل صحيح، بس كمان ايام تخلص قبل، مش يعني ما بتقدر تستمر،
بس بيخسر صوته من مدى من بيخسر من تقنيته. ايه بيخسر من الروجيستر تبعه الاتوندو المدى قبل كل شيء بيزم وبيقشط. في منهم بشطاره بيشتغلوا على الاداء. ام كلثوم مع عظمه كل صوته، صوته طبعا تغير بالسنين الاخيره، والهيتس تبعهم اللي كلهم بيعرفوها هن كانت بصوتها، بصوتها اللي صغر عن مكان. لما بنسمع ام كلثوم بالعشرينات بعمل الاصابجي وبالثلاثينات غير انت عمري وصرت الحب غير مستوى فني غير هالطاقات. وما تنسي حتى ام كلثوم انا بلاقي فيزيولوجيا فيها شيء ذكوري بصوتها، وهيدا ضخامة صوتها عطى لصوتها اضافات واستثناء غير عن الاصوات النسائيه الاخرى. يعني نحن يلي بعده باقي، يلي بعده باقي من الرحابنة بعدها باقي السيدة فيروز، يلي بنضل نقول الله يطول بعمرها، ويلي هي رمز ومش بس سفيرتنا الى النجوم فعلا. يعني هي امل، هي رمز. يعني انا بحكي عن حالي يمكن بهذا الموضوع، انه انا ما بقدر ما اسمع كل يوم صوتها. يعني فيروز شيء مع انه حدا ما بيفهم بالموسيقى ولا بيدعي انه بيفهم بالموسيقى. لازم كل واحد، اذا انا عندي على صفحتي السميعه، على صفحة الأوفيسيال تنور جابرييل عبد النور، عندي سميعة من البلاد العربية، بعتبرهم أهم من أهم أستاذ أوقات بقلب كونسيرفاتوار، لأنه كمان اللي بيعرف يسمع هيدي كمان شغلة مش سهلة. وللأسف أنه خفوا كتير السميعة كمان مشهم على الترند. نعم. مش بس الناس حق عليهم. بدي موضوع سوريا، ودايما بنشوفك على صفحاتك على مواقع التواصل انك بسوريا عم تحضر شيء جديد بسوريا. شو سر هيدا الحب لسوريا مع كل هالتشنج الموجود اوقات بيكون بين البلدين؟ هلا التشنج اوقات بتخلقه السياسة، وهو التشنج مش بس بين بلدين. يعني اول بتطلع بين السوريين بتلاقيهم هن اوقات متشنجين بين بعض، بتطلع بين اللبنانيين بتلاقيهم متشنجين بين بعضهم، فاتحين على ألف جبهة وجبهة. أنا سوريا بحبها، حبيتها قبل ما أعرفها من صوت فيروز، لما غنت سائليني يا شام، لما غنت قرأت مجدك، لما غنت مر بي واعدا وعدا. وهن بعتقد من أكتر الناس اللي بحبوها كمان، مثل ما النسمة من بردة هيدو بشعر سعيد عقل. طبعا هدول يحببونا بهالمطرح قبل ما نعرفه. أنا ثابت أنه عرفته وغنيت فيه بعز الحرب، يعني هيدي ما حرب حدا السورية عملها. طبعا بعز الحرب السورية بال 2013 15 16، يعني عملت حفلات بأكثر من محافظة، لأنه حقيقة لأقول أنه أنا ضد الحروب، ولأنه سجل موقف للسلام للإنسانية. وبعرف الشام حارة حارة، حجرة حجرة، عطول بقول ننرجي ننرجي. هالبوصفير اللي عندهم ياسمين ياسمين، يعني بدون أي مبالغة أنا فيني أخذ حدا سوري أعمل له جولة سياحية ما بين الأمارية لباب توما لباب شرقي للقصاع لكل المطارح. وحلب نفس الشيء، إلى مطرح كتير خاص عندي، وشعبهم شعب بيتذوق الفن بطريقة كتير. عندي أمسية كان 2016 سلام إلى حلب، كان فيه حوالي 1000 شخص بقصر العظم بوقت هون عم ينزل بالشام القديمة. بال 2018 حفلة صوفية قدمتها كمان بقصر العظم بدمشق، خلال ساعتين نفدت البطاقات. هيدا شعب مثقف، هيدا شعب أنا بلاقيه كل يوم بمسرح الحمرة، عندهم مسرح الحمراء كل يوم عم بيتابع كل المسرحيات، كل قدام دار الاوبرا بيوقفوا بالصف مدري قديش ليحصلوا على بطاقه. هيدول الناس بيتراهن عليهم، وانا بس روح هالشام بعتقد. طب ليش الصوره جابي اللي بتوصلنا لهون هالقد مشوهه عن الشعب السوري؟ يعني ما في ما انكر مشكله النازحين يلي عم نعيشها، واكيد ما في حدا عم يتوجه ضد النازحين، كل التوجهات هي ضد يلي يريد ابقاء النازحين هون ودمجهم. وعم نسمع شو صار، ما نفوت بموضوع انه بعدنا عم نحكي عن الترند وعن قصص. صحيح. يعني حدا بيحكي بينتقد، لا هي مش قصه ترند، هيدي قصه ازمه وجود صارت. بيطلعوا مقبيله بينتقدوا بلغة بعد اسوء من يلي نحكي اسوء. وهيدا الموضوع ما منحل، لازم يكون في مقاربه موضوعيه علميه للشيء اللي بصير. نحن انا حسب ما عم شوف، ان كان ببيتي بالمدينه او بالجبل، يعني بتشعري انه المجموعه الكبيره الموجوده عندنا هي مجموعه من الارياف جايه.
يعني هي نسيج ما كتير بيشبه نسيجنا أو ما كتير بيشبه جو نحن معودين عليه. يعني أنا صرت شوف هلأ كتير نساء ماشيين في 20 ولد حولهم، بتكون البنت عمرها 10 سنين 11 سنة تجوزت. هذا زواج القاصرات الجريمة يلي عم هيدا جريمة يعني. في شيء بدنا ننتبه له، في شيء بدنا نضوي عليه، إن كانوا هني بعدهم موجودين بسوريا أو هني موجودين بالعراق أو إذا في جزء منهم من لبنانية موجودين بلبنان بمطارح نائية نحن ما بنعرفهم، بس نحن هيدول هي بحد ذاتها مشكلة الواحد لازم ينتبه لها. لما تلاقي بنت عمرها 12 سنة مع أمها العمرها 24 سنة اللي هني مع ستة مع أم ستة، ما بلاقيهم ماشيين مع بعضهم وبعرفهم، صرنا بنعرفهم، صرنا بنعرف الأولاد. هل يا ترى هالولاد مزبوط عم يهتم فيهم مثل ما لازم يهتم فيهم؟ من كم يوم عم بيلعبوا كانوا بالزلحفة ولاد فوتبول وعايشة، قلت له هيدي عمو بتحس مثل ما أنت بتحس، قال ما عندي فوتبول أو شيء. طيب في أهل عم بيقبضوا على أولادهم بس ما عم بيأمنوا لأولادهم الشيء اللي لازم يتأمن، هيدي مشكلة كمان عم يقبضوا أكثر من اللبنانيين للأسف، لازم ننتبه لها. يعني أنا في سوري، السوري ابن المدينة بحلب بطل بحلب أو سافر، وفي يعني صارت له الجزء اللي مثله اللي بعده هاجر. اللي بعده موجود بيقول لي حلب تغيرت، صار الريف عنا صارت ما بقى بتشبه مثل ما كانت. أنا مش ضد الريف بس أنا عم بقول فتنا على نسيج طبيعي هو ما بيشبه الشيء اللي نحن كنا عايشين فيه. نفس الشيء بالشام بيقولوا لي الريف صار عندنا غير المدينة، والشام تغيرت. ففي نحن هالبلد يلي هو محافظة بيجي قد نص محافظة بالشام، لما عدد سكانه 18 مرة أكتر منا مساحة سوريا، ايه لما عدد أنا السكان عندي يصير قد نصهم، هيدا المعلن عنه سكان بلد تاني مين ما كان هالبلد، هون في مشكلة. طيب تشجيعهم لأنهم يبقوا، ليش الدفع لأنهم يبقوا؟ أنت عم بتشارك لما أنت بدك تساعد إنسانيا تعطي مجموعة من الناس، ونحن بدنا أنها تساعد هاد الناس، نحن ما منريد هاد الناس أنها تنزل. بس أنا عم بعرف الـ NGOs شو عم بيعملوا، أنا اشتغلت شهرين مع NGO كبسيكولوج كعالم نفس، شفت هالمسخرة اللي عم بتصير، ما همهم فيهم لهالناس حين، همهم يقبضوا عليهم فريش. شفت بعيوني هالمنظمات العالمية الكبيرة اللي هدفها بتشارتك، انت ما بتروحي على ما بتفعلك ببلدك، بدي ادفعلك بدك تضلك هون. مع العلم عم بيروحوا يعيدوا ويرجعوا، يعني انتفي صفة النازل. شو الهدف من بعدها؟ انا لما يكون نطور بقلب بنايتي او بالبناية الحدي والحدي والحدي يكون بال 2011 عنده ولد، وهلا بال 2013 صار عنده 10 اولاد. 2023 عفوا 2023 صار عنده 10 اولاد. في شيء انا بدي انتبه له، في شيء كمان في كثافه سكانيه مهوله مش مزبوط، خاصه ببلد مكسور، ببلد مهزوم على كل الاصعده، ببلد مش قادر يكتفي هو، مش قادر يكفي المواطنين. فالمشكله طبعا منا مع النازح، انا هالنازح بيوجعني لما الاقي ولد عمره 7 و8 سنين بلا بمشي بلا كلسات بالثلج. انا صفيت وبحكيهم بقرب بحكيهم عمو ليه قاعد قدام هيدا المحل؟ قال لي انا بشتغل فيه. شو بتعمل؟ باخذ اكياس على البيوت وبردها، ناطر ليفتح المحل على الساعه 7 الصبح، قاعد برا بمشي بلا كلسات. هدول اللي بيوجعوا، هدول الامور اللي نحن هي مأساة انسانيه، في مأساة انسانيه لازم نكون منتبه لها على ايه، وعم تستغل، عم بيستغلون لهالناس يلي هن بريئين، يلي هن فهمانين الحياه بهيدي الطريقه، ويلي هن انا بعتقد انه يمكن 80% منهم هن اللي صاروا هن السوريين اللي موجودين بلبنان. بينما انا عم بحكيك عن السوريين الفكر، وعن السوريين الثقافة، وعن السوريين العلم، وعن السوريين أغلى ناس يلي أنا بخصوني وهني مثل أهل بالنسبة لي، وأنا بنايم ببيوتهم وهني نمين ببيوتي. فالمشكلة مش مشكلة لبناني وسوري، مشكلة بوضع نحنا منه خارج ما بقى يحمل. قد ما أنت فيك تتحملي أختك عندها 7 أولاد لنقول، اجيت عندك قعدت بقلب البيت وبيتك صغير أوضة، وانت اصلا عندك 3 أو 4 وانت عندك ولادك، قد ايه بتقدر تتقبلي تتحمليها؟
خلينا نقارب الموضوع. ودفع لبنان ثمن كثير كبير جابريل. بطريقه دفع ثمن كثير كبير بطريقه موضوعيه بطريقه علميه، وما نعمم انه صار الشعب السوري شعب جاهل. هو صار التعميم يعني بحيلا قضيه. نعم. مرفوض بحيلا قضيه. خلينا اخذ بريك ونرجع لسوريا ولمشاريعك بسوريا. بريك صغير مشاهدينا وبنرجع لكم. مطر والشام على الشرفة ويغازل الليل جدائلها، شبان الحي الحب يقطر لذتها ويرد بألاق غرتها، يمتحن البرق تشكلها في الصبح علي، لكأني الشام، لكأني الشام ولم تعلم أن كل ثمار تفتحها تتقمص في، والشام فراش مصابيح، والشام التوت البري، والشام ظلال ملائكة بمجرة ضي، وتؤانس وحشة أرواحي، أرواح الكون المنسي، وتهز أسرة غربتنا بصلاة نبي. تحية للشام. بما أنه كنا عم نحكي عن سوريا، شفت صورتك أنت والمطربة مها ريم، في شيء جديد عم يتحضر بهذا الموضوع عبر وسائل التواصل؟ طبعا شفتها عم تحضر لها شيء عمل فني، وهي بعتقد كان لها فترة غيبة عن الساحة. تلاقينا حقيقة عند صديقة مشتركة، بوجه لها تحية سامية كنعان، وبتعرفي لما تكون جلسة وسيابت فيها أصوات، هي بتغنيت شوي وأنا غنيت شوي وشجعتها لمها، بتعرفي لأنه نحن بحاجة بهيدي الفترة لأصوات كبيرة، مش هي لأنه ما بدها تكون، لأنه ما عاد تلاقي في إطار بيشبهها تغيب عن الساحة، وهيدا غلط. يعني دايما بعد الحروب بيصير هيك بالفن للأسف، بيهبط شوي بمحل ليرجع، يرجع يعمل نهضة قوة كمان. فأنا قلت لمها هيك صوت، وحقيقة من أجمل الأصوات، يعني صوت شرقي أصيل طربي، من عائلة طبعا فنية كتير كبيرة، ستة صوت رائع، أمها صوت رائع، وإخواتها طبعا مشلين خليفي وما يبيلوني. نعم. وهي بتتميز كمان، غيبوا جدا. نعم. عن الساحة إخواتها للأسف، في ناس بيعتبروا أنه هيدا الجو ما عاد إلهم مطرح فيه، لأنه ما بقى يشبه. هلا رجعت معها تتدرب، عم يشتغل معها على الفوكاليز، وعم نحاول انه يكون في افكار مشتركه، كان لها لوحدها او لي انا وياها، وبكمان باطار الموسيقي وشغلي الموسيقي انا كمان، وان شاء الله قريبا بنشوفها هيك بالصوره اللي هي بتستهلها، وبترجع بتدخل هيك هالنمط، بيدخل هالنمط من الاصوات على الاغنيه اللبنانيه والعربيه، لانه نحن حقيقه بحاجه لهيك اصوات، وبحاجة لهيك خامات نادرة حقيقة. بتسمع يا أصوات هلأ، بتلاقي خاصة الأصوات النسائية أصوات حادة بمعظمها، أصوات فيها نوع من صراخ أوقات عم بيكون، هاي اللي أوقات عم بيجربوا يعملوا لها إنه صورة وإيماج ومدري شو، وهي بعيد شوي عن هيدا الجو تبع المشرقي تبعنا. أنا ما عم بحكي إنك ضروري تكوني بالإطار الطربي، بس على القليلة تكون بصوتك شيء يقدر يخدم منطقتنا، يخدم جونا، ويكون في شجن، وبصوت الكونتر ألت والعريض والشرقي والفيها العرب الحلوين، مها قادرة بعد تعمل شيء إن شاء الله نقدر. عم تحضروا شيء هلأ؟ فينا نسمع شيء منا ولا ما؟ وشعر مين وكلمات مين؟ هلأ في شيء للست باسمة بطولة كمان يلي منوجه لها تحية دايما، طبعا الشاعرة والتشكيلية الكبيرة
عم بعملها هالقطعة لمها، رح أقول مقطع منها صغير صغير إيه، رح أقول جملتين مقطع بس ما منها بدنا لأنه هي أكتر. قصيدة طويلة وفيها تنويع كتير. بتقول وكن يا شاطئي سفري الطويلة أحب مدى الوصول لا وصولا، وكن يا شاطئي سفري الطويلة أحب مدى الوصول لا وصولا، هي الأفلاك نقطفها بهدب، هي الأفلاك نقطفها بهدب، وتبقى للأكف المستحيلة، وتبقى للأكف المستحيلة، وتبقى للأكف المستحيلة، وتبقى للأكف المستحيلة، وكن يا شاطئي سفاري طويلة. كتير حلوة، إن شاء الله تكون تتكلل بالنجاح إن شاء الله الأغنية طبعا. إن شاء الله. جابرييل، نحن قادمين على صيفية، وصيفية بدو واعدة أيضا بلبنان، شو نشاطاتك بالصيف؟ رح يكون عندك سفر قريب، عم تحضر شي أغنية لإلك بصوتك وألحانك، هل في شي أغنية تكريم لإلي شويرة؟ بشو عم تفكر؟ والله هذه شغلة مهمة، إنه لازم نكرم إلي مش بأغنية، بأمسية كمان. ايه فعلا، يعني من أغانية اللي لحن لك ياهن، ومن أغانية اللي هو غناهن ولحنهن صحيح للمطربين الكبار صحيح يلي عنا. ايه، لأنه هيدا ريبرتوار كتير كبير فينا نحن ناخد منه ونضيف لإلنا. يعني فعلا أنا عم حضر الروبورتاج وقتها توفى، فما عدت اعرف، يعني صار بده ريبورتاج يمكن 20 دقيقه وما بكفي، أكيد قد ما في قصص واشياء بتذكرنا بايام، يعني بالايام الحلوه تبع الفن اذا بدك. صحيح صحيح، في عندي عمل تسجل صورنا جزء منه على طريقه الفيديو كليب، رح يكون على طريقه الفيديو كليب مجد لبنان، من اعمال وديع صبرا الملحن النشيد الوطني اللبناني. هيدا عمل مفروض يبصر النور قريبا. تلحينك اكيد؟ لا لا، الالحان لوديع صبرا، الالحان لوديع صبرا والكلمات النشيد الوطني لكاهن هلا رح مبالي اسمه الاب يوسف، اللي هو كان بالجامعة اليسوعية، له شأن كتير كمان بهديك الفترة. هو لحن ديني اذا فينا نقول، لا ولا لا لا وطني ديني؟ وطني وطني، و تحت عنوان مجد لبنان. وعندي في شيء، في فكره كتير كتير حلوه للبنان، يعني هلا بتحفظ شوي عنا، بمحل لذيذ كمان وحلو، وما صار في اي امسيات سابقه، فهيك عنا مثل نوع تحدي نقدر نحققه ونعمله. وكمان عم يشتغل على موضوع دمشق، مفروض بخلال اخر الصيف يعني يكون في حفله مبدئيا موسيقيه، حفله موسيقيه بدمشق، تفاصيلها بحكي عنها أكتر بس يثبت بس الديت، يبين التاريخ نحدده نهائيا، واللوكيشن يعني مبدئيا أنا بني على طول لقصر العظم، بس ما بنعرف شو ممكن يصير فيه تغييرات. والشيء الموسيقي اللي عم بكتبه وعم بشتغل عليه للفنانة مهريم ولإلي ولإلنا سوا، وهدول هلا المعجوب فيهم. يعني في ألبوم عم يتحضر بهذا الموضوع؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله، يعني او فكره أي موسيقيه مدى. او خليني اقول ولا بتفكر ممكن يكون تنزل باطار، سنجل كل واحد لحاله، ممكن يكون باطار امسيات موسيقيه يعني. يعني فكرت مثلا هلا طلعت لك الفكره تعمل امسيه تكريم لإلي شويره، إيه ويكون فيها بتحب انه تشارك مع فنانين تانيين جابرييل، ولا عندك مشكله انه لا انت ابدا انت السولو انت لإلك شغله حسب الاطار وحسب كيف مين أكيد. الفنان لا الفنانين يلي يعني غنوا إلي شويرة أكيد. يعني كلهم طبعا فنانين كبار اكيد، بس مهم مثل ما عم بقول لك الاطار، وانا مع التجارب بالفن يعني، ومع الافكار الجديده اكيد ما تكون هجينه، بس انه كمان نطلع بافكار جديده، وهيدا نوع من تحدي، وهيدا نوع من اضافه للمكتبه الموسيقيه ان كان اللبنانيه او العربيه. انا بالعكس مفتوح لكل الاحتمالات.
جابرييل، إذا بدي أحكي شوي هيك، بدي أختم بشوية مش سياسة، شوية اجتماعيات وفن وكله على بعضه. نحن ببلد يعني ما بعرف إذا فينا نقول عايشين بقدرة إلهية بعد كل شيء عم نشوفه وكل شيء مرقنا فيه وبعدنا مكملين وبعدنا عايشين، ويبدو صيف حافل فيه أكثر من مليوني منتشر وسائح رح يفوتوا على لبنان ورح تكون أجواء الصيفية كتير حلوة. كيف أنت شايف هيدا البلد بكل تناقضاته، وكيف قادر تعيش فيه وتتأقلم معه، وكيف قادر تكرمه بصوتك؟ كرمته على طول بصوتي قولي بمهرجانات كبيره انعملت، خاصه هلا بعد هالازمات يعني صارت، وبمهرجانات بالخارج يعني على طول كنت حمل لبنان بصوتي على طول. لانه وبعدين بتعرفي النشيد الوطني، يعني اطلاق ماراثون بيروت من 2007 بنشيد الوطني اللبناني ال 40 الف كان دائما بصوتك، العداء اللي بيركضوا على صوتي، هذا كان بحد ذاته بالنسبه لإلي رابط على طول قوي بيني وبين بلدي وبيني وبين لبنان، اللي مثل ما قلت لك حملته على طول هو وجبران وإلي شويري وكل هالكبار بالخارج وين ما كنت انوجدت في لبنان. قدروا على طول يضلوا يعيش. لبنان بلد نابض بالحياة، نابض بتاريخ كتير حامل فيه فكر وحامل فيه شعوب مرقت لعنا واستحلت هالمطرح وطلع منا حرف وطلع منا علم وطلع منا فكر. قد ما يعملوا فيه وقد ما ياخدونا للجهل وقد ما ياخدونا لمطرح بدائي ويزلونا، حتى قدرنا نعيش لأنه عرفنا ننتشر كمان بالخارج ونبيض صورة لبنان بالخارج. وبجيناتنا سبحان الله، نحن بجيناتنا عنا هيدا حب الحياة، عنا عدم الاستسلام، وهيدا الشيء يلي ميزنا. مهم ما نلحق غرائزنا، ما نلحق هالزعماء يلي اجمالا عم بيقفلسوا، هلا عم نشوفهم صاروا هيك بحالة من الافلاس. هدول ما جيبوا لنا غير البلي وسرقوا على اسمنا، وان شاء الله المرحلة الجاية تحمل ناس حقيقة بيحبوا لهالبلد. كنا عم نحكي عن إلي شويري قديش تعرض فخامة الرئيس لنقد لانتقادات على قصة الأوسمة. بتعرفي قديش كبير قلبي بشفت هالوسامة معلقة على صدر كبير، يعني هو الوحيد يلي كان يصر انه يكرم الفنان هو وعايش في خامة الرئيس عماد مشاري، لانه على قبره على تابوته ما له معنى. التشكيلية والشعر الكبيرة باسمة بطولة اللي كمان خاصة بوسام بوسام صحيح، يعني هدول الكبار لما يكرموا بتحسي كمان انت عم تتكرمي ولبنان عم بيتكرم. يمكن هي التكريم المعنوي يعني اكثر بكثير من التكريم المادي. طبعا اللي تكرمي واحد تعب كل حياته ليخلق لك ابداع، شو يعني وبكل مراحل الوطن غنى إلي شويري، غنى للرئيس عون، غنى لكل الأحزاب اللبنانية بتاريخها وبأوجها، غنى لسوريا، غنى لكل يعني حتى الأغاني العاطفية، يعني رقصت الحلوين على عودي، كل هول الأغاني ربينا عليهم نحن ومنحبهم ومنحب يعني نسمع. يمكن أنا بحب يعني كل من جيلي ما بحبه بقى. أول حدا عمل هيدي الخلطة القرآن وأنتم الذين تمتم بال 75، يعني مع الحرب اللبنانية لك قد ايه كان، وبعدين هي كلها بعد 2005 صرنا نشوفها مع صحيح. بداياتها صحيح. كانت أول حدا عملها كان إلي شويري. هيدا الشيء الحلو اللي أنا بحبه بالفن واللي بحب هيدا الجيل إنه يعرفه ويفهم إنه الأغنية فيها عناصر مهمة. يعني أنا وقت لما بنقي قصيدة بقولوا يا الله صعبة، طب ما بيسوى نحك راسنا شوي، لازم ما بقى ما هو المشكله انه وصلونا لانه الاستسهال اهين صار من انه نعمل شيء صعب. لا خلص ما تفوت على شيء صعب. طب ليه انا حبيت قصايد سعيد عقل بصوت فيروز اللي عمله مثلا عن دمشق، واذا شيء ما فهمته ليه ما جرب اني افهم حتى عن لبنان؟ يعني سعيد عقل ما يعني اكثر من انه بده يمكن مجلدات لحتى يوفوا حقه فعلا. ايه انه يعني لتعرفي انه الاغنيه بتقدر تبعد بتحمل ابعاد كتير مهمه، مش بس الحشك بشك يلي عم نسمعه هلا والكلام البذيء والسخيف واللي ما له طعم. ما هي الاغنيه مرايه هيدا الوطن، مرايه هيدا البشر، هيك تقيل الدم قد ما مش طبيعي. ايه في فعلا هيك هالمقدمين يلي حاملين التنمير ويلي بيجيبوا لك غنيه مدري شو مع واحد بدق على الاورج وبينط وبيعملوا منها قضيه مجتمع، قضيه وطن.
وخاصة لا هاي شفناها بفترة الكورونا يعني بي 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 بشكل مخيف. خلص، وتتمدد ما هو وتسمع. المشكلة إنه قبل كان في تلفزيون يظهر هيدا الصورة، هلا في تليفون بإيد هيك الناس، اهلا ما هلا واحد تفكروا طالع انه نحن عبره. ضد الشيء المهضوم لا أكيد وشيء في قصص يعني مهضومة. انت المعلمة والاستاذ هلا بس ينعاد وما بترجع تحضر بحضره 100 مئة مرة مرة في برجع ريال أكيد. كريم وعزيز السلمانكي والدنيا الدنيا هيك كلها، في أهدى من هيك؟ قديش يعني هالناس حتى مهضومة؟ يسمى الطقطوقة يلي كانت، يعني يلي كانت أيام زمان كانت تنسمع وتنحب وتفوت على قلب الناس، هيدا غير ما ما يشبه هذا الشيء اللي عم بيصير، ما بيشبه هي اسمها مجتمعنا. طقطوقة بس ما مش معناه بيجوراتيف مثل يعني ما بس هلا أغنية هيدا خفيفة. ايه، بس انه ام كلثوم غنت الطقطوقة وعبد الوهاب غنيها واسمهان واسمهان غنتها وهالكبار غنوها اكيد يعني. يعني حتى ما سيرح رحابنا اذا بترجع بتسمعهم هلا بترجع بتحس انك انت عم تعيش ذات الفتره، ما تغير شيء. على امل ما انه على امل انه شي مره يتغير، ما يتغير، لانه نحن على القليل جيلي وجيلك قد ما لحق نشوف شيء من لبنان، شيء حلو يعني نلاقيه هيك عم بيزدهر، نلاقيه عم بيتغير ب بي 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 يعني مع انه معقوله مثل ما خلقنا مثل ما لحديت هلا عايشين بنفس الجو ولا مره تهنينا يعني نحن 100%. عمرنا قدرنا انه نكون هيك. جابي كلمه اخيره بدك تقولها؟ يعني انا بس معي دقيقتين لاختم. وسعدت كثير باللقاء معك، الواحد يعني انا على طول بكل اطلالاتي بكل اطلالاتي والغنائيه وهيك عندي على طول مسؤوليه وتوتر وتلبك وبتعرفي علاقتي فيك قد ايه بعزك وبحترمك وبنحبك، وانت مثال للكمان الاعلاميه الراقيه اللي بتشتغل شغلها بكل لا لا بكل بكل جديه، وهيدا شرف لإلي اني اكون موجود معك وحس حالي بامان معك، وبعرف انه المضمون بده يكون حلو، بتعرفي انت عبر صفحاتي قد ايه بينطروا هاللقاء وقد ايه بيكون صحيح. الناس بتهتم. كنت كثير سعيد مثل العاده بكون مشنج قبل معك، بنسى هيدا الشيء، اجواء اللي عم توصلنا من الناس كمان محبتهم وأصالتهم، وبتمنى للبلد أكيد هيدا أكتر شيء بنتمنيه إنه لبلدنا الخير الاستقرار البحبوحة، هيدا الشعب ما بقى يحمل الحقيقة، تحمل كتير وعم بينزل كتير، وننطر يمكن تيجي الكهرباء لنعرف نكوي، يمكن لأن على الموتور مش عم نقدر بقى نكوي، يعني شوفي هالبهدلة يلي صار ننطر المي عمت المي رح تيجي، فبيستاهل هيدا الشعب اللبناني شيء أهم من هيك حقيقة. وبالنسبة للناسحين اللي حكينا عنهم إن شاء الله ظروفهم تكون أفضل ونشوفهم ببلادهم معززين مكربين مثل ما محلهم هني أكيد مثل ما أكتر هني من بيستاهلوا مثل ما هني بيستاهلوا. والإعلام عليك مسؤولية على طول، طلع من هالسخافة اللي أنت غرقان فيها، بيستاهل هالجيل يتعرف على مضمون محترم راقي. أنا بدي أتشكرك جابرييل على هالحلقة الحلوة، أنا كمان أسعدت. مشاهدينا بدي أتشكر متابعتكم، أنا رح غيب عنكم أسبوعين بس لأنه رح أخذ فرصتي السنوية، بلتقيكم بتموز وأكيد رح تكونوا مع زملائي يوميا بنبض بيروت وبتقارير نشرات الأخبار وبكل برامجنا السياسية. من هلأ لوقتها بتمنى لكم كل شيء حلو، بتمنى لكم صيفية حلوة، وبدي أعيد كل البيات كمان، وبدي أقول الله يرحم كل يلي غادرونا وصاروا بمحل يمكن أحلى. إلى اللقاء وتصبحوا على خير.